عجبني انه صاحب المحل عرف كيف يستخدمه بذكاء، ما غير شيء بالطبيعة، استوحى منها، استفاد من التضاريس من الصخور ومن الشجر ومن كل شيء. كان الناس منهم يستمتعوا بالتكوينات الصخرية اللي موجودة هنا، يمشوا فيها ويناموا بينها ويستمتعوا بالحاجات الموجودة. لو حط حاجة نشاز والاسمنت ولا هذا كان خرب المكان. واحد منهم كنا ترى الجامعة هذه جامعة أيوة مرة حلوة، أول مرة طلع معاهم كل واحد أنقح منه. سلامي أرسل سلامي. أبو هاشم نص استوى ولا كيف؟ نص استوى. سلام هذا رد لا أحسن ناس من هم؟ من هم؟ طيب علي مالي كده ما أدري مراقو مراقو ما أدري أغلى العيون خذنا معه مشوار لا توهي قلب حار يبعد عن الزمان ما لوع البوشتاك والله الزمن ما ظلو من قال الهوى جنة يومين فاهدير دمعي بأمى طيب ويجري نظرها على الوجنتين ويصرف شوقي بأعبى أرسل من مقلتي دمعتين إحنا مسافرين حسب الكريم إحنا مسافرين.